أما الطهارة شرعا هي رفع الحدث وإزالة الخبث. والحدث قال العلماء هو معنى يقوم بالبدن، هو معنى يقوم بالبدن يمنع بسببه الصلاة والطواف ومس المصحف إلى آخره. الحدث هو معنى يقوم بالبدن يمنع بسببه الصلاة والطواف بالكعبة ومس المصحف على الصحيح، لأنه مسألة مس المصحف فيها خلاف العلماء. والصحيح والله أعلم أنه لا يجوز لغير طاهر أن يمس المصحف، ولكن يجوز لغير المتوضي أن يقرأ القرآن من رأسه أو من قلبه إلا للجنب، فإن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن بمسه للمصحف، كما أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو من قلبه. والدليل على هذا أن مس المصحف لا يجوز لغير طاهر أو غير متوضئ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب، وكان في ضمن هذا الكتاب قال له وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث صحيح.